يا أخي هالآدمي سبحان الله في الرياض ما شفناك، شفناك في أبها. سبحان الله يا أخي، صدفة صدفة ما حسبت حسابها. والله صدفة خير من ألف ميعاد يا أحبابي، من أحلى الصدف والله يا أبو عبد المقطع وقطعها. والله إني ودي أقول لكم شيء بس مستحيل، ولا ودي تشعرون إني الكلام هذا بقوله لكم إني انزل يعني ولا نفسي ولا اني اشحت يعني، فهمتوا انتوا؟ يا رجال ترى له سلف ولا هو كفاله، هذا اهم شيء. يلا يلا تستحي منها بدها بدها. وش رايكم اشاركوا في البرنامج؟ تم اي ايش تم؟ تم انك ما تشارك معنا في البرنامج. شوف يا ابو عبد المجيد، ترجع الرياض وتنطبخ هناك في المزرعه. لا والله انه يبغى يكمل ساعات. والله اسمع، وش عندك نقص في ساعات التقديم ولا؟ والله والله احلى من شارك معنا وشاركنا في البرنامج. لكن يا ابو عبد المحسن البرنامج ما يستوعب الا ثلاثة، وتعرف طيب ظروف الانتاج وما انتاج، ومجدي عبد الغني لازم نكلمه، والسكن اللي ناخذ احنا بس ثلاثة اسرة. طيب اوكي لا ما لا لا ما يسكن، انا عندي راي. مو احنا نجيب ضيوف؟ ايه كانه ضيف معنا اليوم كامل، هو يبغى يشارك البرنامج. شارك لا 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 انت وجهك قوي انت ترى، ما ترى سلمنا عليك، صدقت انك صاحبنا. اطلب الله شو زياده، اطلب الله ضيف شخصي. جاي تتمشى في الدين انت؟ اطلب الله طقم الكوكيز. لا امشي. طيب مستاجر ملابس انت؟ عرف طريق. طيب انا مارك ما راح اتكلم، اتمشى اروح اتمشى في الديره، اروح اتمشى في الديره. وين يا ولد الشباب؟ وين في جيزان ولا في؟ لا والله في ابها، خلني اضبطها معهم عشان تمشي. اعرف انا يتابع سناباتنا مو لله. تحدد مواقعنا. جيت كسيت وانا اقول جزاك الله خير والله يسعدكم يا رب. الله يسعدك يا ابو عبد المحسن. يعني والله وجودك اضافه. انا والله قلت اشوفكم. طيب اليوم مجلس معنا الى الليل، نتعشى والله يحفظك. لا ما هو كذا، انت اهلك معك ولا كيف؟ لا شوف انا جاي لحالك؟ جاي لوحدي، ما جيت مع حد. عموما صل على رسول الله. اللهم صل وسلم. والله اعز من يجي والطف واخف من يجي، لكن احنا ما نتعدى استاذنا هاني اللي يقول احنا معه. انا ما تعدى المنتج، منتجنا مجدي عبد الغني. مجدي والله حبيبي مجدي منتج. ايه اذا البرنامج مؤسسه. اسمع اسمع بنروح بنروح نكلمه ونشوف. اسمع اذا في مجال والله مو مقصر. لا 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 عشان ما ندخل. لا 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 تكلم من راسه في راسه. لا 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 تكلم هنا، وانا حتى ايضا انا حتى ما بكلم. لكن انا ابغى الساعه اشوفكم. خليك على خير، خليك امسك لنا المكان، امسك لنا المكان. ها قل عبد يسك. مجدي عبد الغني، انا اكلمه، انا مطلعك في السيطره. فكان الله ما بقول له اكلمك انا. مجدي شمراني حبيبي. هلا والله. هلا كيفك؟ طيب تفاجأت ها؟ شمراني في الجنوب غريبة والله. اخبارك؟ والله بخير. بشرني عنك. طيب اخبارك انت؟ طيب اموركم؟ والله بخير يا حبيبي يا مجدي. حبيبي والله والله ابرك السعادة يا حبيبي والله. انا مريت سالم زميلي. ايوه نعم. فقلت بامر اسلم عليه، عيب اني امر ولا اسلم عليك. والله ما تقصر. كيف حالك؟ بشرني والله بخير. الوالدة طيبة؟ والله تقول لي. كيف المزرعة؟ خلصنا ابشرك. طبطبت. اي أيوة والله الحمد لله. بس اني مريت قلت خلنا مر اسلم عليك دامك موجود، سلمت على الشباب وانا ماشي. والله ما قصرت. محتاجين شيء؟ ناقصكم شيء؟ والله كله والله تمام. صادق الله يبارك فيك، كله تمام تمام بشرك. يا حبيبي اموركم ماشيه؟ الحمد لله والله. يوم كلموني قالوا لي مجدي منتج، قلت ما شاء الله تبارك الله. يعني هذا ما تحطه منتج، تحطه مدير القناه. يا حبيبي على راسي والله. يعني بقى. عملي يعطيك، يبذل، يقدم يعني اي شيء لصالح هذه القناه، وفي نفس الوقت يعني ما شاء الله تبارك الله اي مشكله يحلها مباشره. حبيبي والله عبد المحسن. ذكر سيطره يوم اشتغلنا قبلها المشره يا عبد المحسن. يلا الله يسمع، ودي اطول عليك. الله يبارك انا ماشي، تبغى شيء ولا شيء؟ الله يبارك الله فيك. يشوفك ان شاء الله. يلا في امان الله. في امان الله. بس في موضوع بسيط انا يعني قبل لا امشي، بس انه انا جاي هنا قول يا عبد المحسن ويعني بسلم على سالم وبمشي، لكن فيها قلت مره واحده دمني وصلت، تعرف جايه واحده. ايوه. ويقول لك من جاء ما تاخر. سلام. فوش رايك اشارككم في البرنامج يعني اذا شو اسمه؟ وانا قلت للشباب يعني مجدي بالعكس دائما ما يقول الصحيح يعني. تدري يا ابو عبد المحسن؟ إيه؟ انه انا اسعد انسان من انت بتشارك. اقسم بالله انا قلت للشباب انه مجدي ما يرفضني ولا طلب، يعني والله اسالهم وانا امدح فيك واخذ مدح لك. والله قلت لهم الرجل هذا ما يرفضني ولا طلب. والله يا ابو عبد المحسن زي ما اقول لك انه انا فراشات من الفرح. طيب بجيب شنطتي بس واجيب. دقيقه شيء لا تستعجل يعني ما تاخذ الامور كذا. وش تبغى نسوي؟ وش اخدمكم فيه في البرنامج؟ انت عارف اول شيء، انت عارف يا ابو عبد المحسن انه البرنامج وضعه لازم يكونوا ثلاثه مقدمين. ايه
يعني في السيارة. قل لي يا أبو عبد المحسن الآن الكاميرات اللي في السيارة حتجيبكم كيف لو كنتوا أربعة؟ ما حتجيبكم. اثنين قدام واحد في النص، أنت كيف من ورا المرتبة؟ ما حتطلعك. هذا شيء. الشيء الثاني حتى في السكن، حتى في الأكل والشرب، يعني الحسبة كلها على ثلاثة مقدمين. أنا ما حقدر وما في فلوس، كيف طيب فينا؟ طيب شوف بقولك شيء، هاني يعني كبير في السن، خلاص الناس تشبع منه. أخ هاني خلنا نزعلك هاني. أخ والله ما نقدر. إيه صعبة. هاني أساسي. صعبة هاني صعبة. النقيب برضو له فترة وجعان الرجال، هوا تو صعبة. ما حتقدر، يبغى يداوم. صالح ترى يعني ما اتوقع ما عنده كاريزما، ما عنده حضور. لا والله حد صالح ما شاء الله مو مقصر واموره طيبه ما شاء الله تبارك يعني ابو غيث. ايه طيب انا فرصه سعيده والله يا حبيبي والله كان ودي بس انت عارف. لا عادي عادي ما في احراج يا حبيبي الله يبارك فيك. لا سامحني. لا ايش اسامح يعني ايش؟ لا احنا اخوان ما بيننا شيء ابد ابد والله عبد المحسن. اي شيء انت تحتاجه مننا لا مش محتاج شيء. اذا في جلسات وكذا يعني استضافات نكلمك. لا انا ماشي انا الان ماشي خلاص. الله يبارك فيك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا عبد المحسن. يلا سلام.